جيد اليوم. خلينا نحكيوا فنيا، النجم الرياضي الساحلي لقى صعوبات مع النادي الافريقي السورتيران اليوم. لا ما لقيناش صعوبات، بالعكس شفنا العشر دقيقه الاولى جاونا دو وتروز اوكازيون من الكره خرجت على الخط، بالعكس ما ماركيناش في التون فور. من بعد الفريق ما جاتش فرص، شوفوا ماتش كامل ما جات حتى فرصه للفريق، بالعكس فرص كل كانت لينا احنا. بعد الكارتو روج قلبت شويه ولات كره عندهم هما، دخلنا في دوزيام ميتون عملنا ميتون ثاني باهي، وبعد سيميريتي صور البوت وجا في وقته والحمد لله. اهم حاجه اللي ناخذها من الماتش هذا اللي تاد سبريت على الملاعبيه، كنا 0-0 11 كونتر 10 ميتون كامل، وقعدوا في البارتي اللي خرجوا من الذوادي، وقعدنا كملنا بالضغط مع جمهورنا اللي جمهورنا اللي كيدز. شفنا الاختار وجات لي زوكازيون وبونتو جا في الاخر سيميريتين. باهيك نقولوا الاربيتر زيد، الاربيتر يزفر ياسر، ما نجموش نقدموا بكره كيفاك، خلي شويه لعبه، خلي كره تلعب، الكره بتاع جويل او سبور بتاع جويل، خلينا نلعبوا شويه. ياسر زفر، ياسر زفر. باهي ابار اللقاء هذا فما برشا جمهور يقول انه زيد الجزيري واللونترونور يمكن ما فماش اونتونت بيناتهم، شنو تجاوب؟ روجي ثاني قاعد تصصت بها ولا واحد، بالعكس انا شويه بروفيسيونيل وروجي تري كرون بروفيسيونيل، بالعكس نجموا كان نمشيو مع بعض. بارك الله فيك.